بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا درس. أوكي خلنا أعطيك مقدمة بايخة ذي. معكم عبد المجيب قناة عرب جنو لينكس. طيب درس اليوم درس من دروس الشيل سكريبت. تمام راح أتكلم عن الكيس. لكن قبل ما أتكلم عن الكيس أعرف لكم الكيس وشي. الكيس عبارة عن شيء معين أوكي موجود بالشيل سكريبتن. طبعا موجود أغلب لغات البرمجة لكن بتكلم عنه تحديدا هنا. تمام الغاية منه تمام انه يريحك من التحقق، فهو عبارة عن اداة تحقق افضل من او اريح من انك تستخدم تحقق عن طريق الاف الز او الز اف او يعني تعرفون الشغلات ذي. تمام فبدل من انك تستخدم اف كذا يساوي كذا اطبع القيمة الفلانية او اعمل الشغلة الفلانية، انت ممكن تستخدم كي تسهل عليك الموضوع. تمام بدل من انك تستخدم ادوات الاف اف 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 كثير. طيب كيف نقدر نستخدم الكيس؟ تمام ومع الاستخدام راح توضح لكم الفكره اكثر. اول شيء خلونا نستخدم او نفتح ملف شيل جديد. كالعاده راح استخدم نانو، ما دخل بك استخدم اي محرر تبيه. تمام كيس دوت شيل اوكي. طيب راح نجي هنا ونكتب بسم الله الرحيم بن باش كالعاده. كبر الخط بس عشان اتاكد انك يعني ما يحتاج تشوف. اوكي اول شيء احنا شو نسوي؟ خلينا نفترض انه نسوي سكريبت يثبت برنامج. البرنامج اسمه مثلا 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 ايش يا ربي ايش نانو اوكي. طيب راح نجي نقول او نغير الاول نسميه مثلا اب يساوي نانو. خلصنا هذا المتغير الاول. بالنسبه لي المتغير الثاني اللي يهمنا وهو نوع التوزيعه. تمام خلينا نكتب مثلا ديسترو يساوي ايش راح نخليه يساوي المدخل الاول. تمام اللي احنا تعلمنا انه المدخل اللي هو علامه الدولار واحد هي اول شيء يكتب بعد الشل. تمام ف راح نجرب الحين ونقول بسم الله نقدر نستخدم كيس كيس اوكي. بالطريقه هذه تبدا تكتب الكيس والكيس نهايته نفس كلمه كيس ولكن تكون مقلوبه. تمام بحيث اذا انتهيت كاتب الكيس تكتب كيس بشكل مقلوب يعني تبدا بالاي اس اي سي تمام هذه هي طريقه الكيس. ولكن خلينا نبدا اول شيء نكتب كيس. تمام اوكي المتغير اللي راح يتغير عندنا هو الدسترو اوكي. لذلك راح نستخدم الدسترو هذا اوكي كمتغير يتم تحديده بالكيس. راح نكتب كيس دسترو اوكي بسم الله ان ننزل. طبعا ممكن تستخدم تاب علشان تسهل الموضوع عليك لكن خلنا نكتب بسم الله. اول شيء ديسترو ابونتو بالطريقه هذه تكتب. هذا اول شيء تسويه تكتب تحط شرطه ثم تكتب apt sudo apt get install مثلا ايش. طبعا انستول راح تسوي لنا قلق شوي لكن مو مشكله. انستول اب اللي هو اللي فوق مكتوب نانو اوكي. هذه هي الطريقه اللي حقت شلون انك تنفذ امر بالكيس. بنهايه الكيس لازم تحط العلامه هذه اللي نقطه تحت فاصله اوكي ما ادري شو اسمها. تمام ولكن نقطه تحت فاصله. تجي تسوي كيس ثاني. الكيس الثاني نسميه مثلا ارتش لينكس نقول سودو باكمان اس اب اوكي. نجي مثلا التوزيع اللي بعدها نفترض فيدورا اوكي ثم نجي ونقول سودو YUM install app اوكي. طيب تقريبا انتهينا. انا ابي ثلاث توزيعات ذي. ولكن في حال انه تم ادخال شيء غير موجود بالكيس كيف تتعامل معه؟ تمام تتعامل معه عن طريق علامه النجمه. بالمناسبه الكيس يدعم الوايلد كارد تكلمت عنه سابقا. ابحث عن فيديو الوايلد كارد راح اشوف الحين كيف. ولكن يدعم الوايلد كارد بشكل عام راح اشوف الحين موضوع الوايلد كارد. ثم ممكن تستخدم علامه النجمه هذه عشان تحدد تقول اذا كانت شيء مدخل ما اعرفه ممكن تطبع له ايكو نقول unknown نون اعتقد انه كذا اوكي اوكي صح unknown unknown distro اوكي. او ممكن تقول احسن شوي this distro is not supported اوكي يعني التوزيع غير مدعومه. ثم نوقف الطريقه هذه ننهي الشغله ذي. تمام طبعا انا كاتبه هنا بس عشان امشي صح. اخر شيء نكتب نهايه الكيس نقلب الكيس اي اس اي سي اوكي بالطريقه هذه نقوم نقفل بسم الله حفظنا. نجي نعطي صلاحيات تشغيل تشينج مود زائد اكس كيس نقول كيس انتر. لاحظ قال لك الشيء اللي دخلت هذا غير مدعوم. تمام نظرا لانه التوزيعه او انا ما كتبت اسم التوزيعه لكن هنا خلنا نكتب مثلا ارتش لينكس طاع راح يقول لك دخل الباسورد دخل الباسورد راح يشتغل معي الحين راح يثبت لي تلقائيا نانو اوكي اوكي. لو كتبنا ايضا مثلا فيدورا طبعا فيدورا مو مثبته عندي لذلك راح يقول لك انه الامر غير موجود واي يو ام. لو كتبت ابونتو نفس الطريقه ولكن لنفترض نكتب
مثلا اوبن سوزا او زوزا اوكي راح يقول لك انه اوبن زوزا از نوت سبورتد. كيف تحل مشكله الامر الفارغ هذا اوكي اللي قلت لكم عنه؟ لو لاحظت معي هنا لو نفذ وامر فارغ موجود ايش راح يسوي؟ ببساطه شديده دخل هنا تمام، احنا قلنا الدسترو تسوي هذه صح؟ صح. انت راح تجي هنا تسوي شغله بسيطه وهي اف تمام ناقص زد تمام علامه دولار مع واحد تمام ذن دسترو يساوي ايش؟ يساوي انون مثلا اوكي التوزيع غير معروفه. ثم نكتب هنا فاين. طيب راح نجي الحين نشغل. قال لك unknown is not supported. لاحظ اني اعطيت unknown اسم الان او اعطيت المتغير هذا اسم. بالطريقه هذه احنا عرفنا كيف نستخدم الكيس تمام. الكيس له فوائد كثيره راح نتكلم ان شاء الله تعالى بالدرس القادم عن تفاصيل اكثر. خلونا اكلمكم عن الوايلد كارد قبل ما اخلص الدرس اوكي. الوايلد كارد عباره عن النجمه المستخدمه تمام، وهي الشغله هذه. فانت ممكن تقول والله اي نص يبدا بالشيء الفلاني، فلنفترض توزيعه لينكس، طبعا تعرفين لينكس مينت، ولكن لنحط علامه النجمه تمام. ثم قلت كذا بالطريقه هذه اي شيء يبدا باسم لينكس راح يطبق على الامر التالي sudo apt get install app اوكي. ثم نجي ونحط علامه البتاع هذه. لاحظ معي الحين لو جيت كتبت جيت نفذت الامر هذا وكتبت لينكس مينت طع تمام، قال لك لينكس مينت is not supported why. اصبر شوي شكلنا غلط بالامر اوكي. نيو اتاكد بس اوكي. لاحظ انه كتبت لينكس مينت ولكن قال لك لينكس مينت غير مدعومه. لاحظ اني ايضا لو كتبت لينكس راح يقول لك انه لينكس هذا غير مدعومه. يعني اي شيء اكتب ويبدا بلينكس راح يسوي الشغله هذه. عشان تحقق اكثر برضو نشوف الامر يشتغل ولا لا، ممكن نجي الارتش اوكي نقول مثلا بالشكل هذا ارتش نحط العلامه هذه. ثم نجي نقول بسم الله ايش توزيعتك؟ توزيعتي ارتش طع راح يشتغل تمام. لو قلت توزيعتي ارتش لينكس برضو راح يشتغل تمام. الى ان انتهى درس اليوم. نشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي راح نستخدم كيس بطريقه متقدمه قليلا.